السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. طلاب محاضرة اليوم ان شاء الله راح اشرح حسب الكتاب الجديد 2024، راح اشرح تعاريف يونت 1 وتعاريف يونت 2 وتعاريف يونت 3. طبعا هذا الفيديو كله تراجعوه شوكت قبل نص السنة، وبعد عندك تقدر تقسم الجزء الاول بامتحان الشهر الاول، الجزء الثاني بامتحان الشهر الثاني، والجزء الثالث. اوكي نجي بسم الله. Number one, it makes cars, boats, and planes move. يجعل السيارات والقوارب والطائرات تتحرك. طلاب بس يشوفون كلمة cars، نكتب أو تكتبون an engine معناته المحرك. Number two, words and pictures to help sell things. بس يشوفون sell things لبيع الأشياء، وكلمة words كلمات. كلمات وصور تساعد على بيع الأشياء. الجواب adverts. adverts الإعلانات. Number three, a person who helps others. الشخص الذي يساعد الآخرين. الجواب helpful متعاون أو متساعد. Number four, طلاب طبعا number four جت بالكتاب الجديد، ما كانت موجودة بالكتاب القديم. You can monitor your health. تستطيع أن تشيك تفحص صحتك with this device مع هذا الجهاز. احفظوا لي فقط كلمة device جهاز. الجواب smart watch بالساعة الذكية، بيها برامج ما الصحة. Number five والأخيرة باليونت الأول، three or more people waiting in a line. ثلاث أشخاص أو أكثر ينتظرون في صف على أبو الصمون. إيش لازمين؟ الجواب queue الطابور. اوكي طلاب هاي المجموعة الاولى، نروح ناخذ المجموعة الثانية مال يونت 2. طلاب هاي المجموعة الثانية الموجودة بيونت 2، طبعا يونت 2 كان بالكتاب القديم 5 تعاريف، بالكتاب الجديد صار 14، فلازم تركز وياه ورقة وقلم. نمبر 1، something you do in your spare time، شيء تفعله في وقت فراغك. الجواب هوبي. شنو معنى هوبي ستاد؟ هواية. هوبي هواية. نمبر 2، a funny book film or play، كتاب مضحك فيلم أو مسرحية. شنو نسمي؟ كوميدي. كوميدي معناتها مضحك. نمبر 3، another word for a writer. another word for a writer، الكلمة الأخرى للكاتب. شنو نقول؟ author. author معناتها مؤلف أو كاتب. Number four, activities like running, jumping. نشاطات مثل الركض والقفز. الجاي يسوي sport. sport معناتها رياضة. طلاب طبعا لكم كلمة ثانية وزارية هاي، كلمة athletics معناتها رياضة أو رياضات، هم مهمة. لكن كتعريف تكتبون sport إذا أسقطت هاي. Number five, you go to one. You go to one of these. To hear someone sing or play music. مكان تذهب له لتسمع شخص ما يغني أو يعزف. وين رايح؟ concert. concert حفلة موسيقية. Number six, someone who works in an office. شخص يعمل في مكتب. شو نسمي؟ clerk. clerk معناته محاسب أو موظف. Number seven, well known. استاذ شو عيدها؟ well نان معناتها معروف أو مشهور. شنو مرادفتها؟ famous معروف أو مشهور. Number eight, to exhibit or display. To exhibit or display معناتها تعرض الشيء. الجواب show استعراض أو برنامج استعراضي أو عرض. Number nine, a business money after expenses. المال المتبقي بعد المصاريف يسمى بروفيت الربح. يعني تجيب شغلة بالفين تبيعها ب3000، تطلع الالفين اللي يقضل لك ألف، هذا يسمى بروفيت الربح. نمبر 10، an assessment of something، تقييم لشيء ما. الجواب opinion الرأي. 11، scary book film or play، كتاب أو فيلم أو مسرحية مخيفة. الجواب horror. horror معناتها مرعب أو مخيف.
12 your opinion and facts about a book, film or play. رأيك وحق وبعض الحقائق عن فيلم أو كتاب أو مسرحية. شو نسمي؟ review. review لها معاني اثنين، تقييم أو مراجعة. 13 always having silly accidents. دائما يسبب أو يعمل حوادث سخيفة. الجواب clumsy، أخرق بين قوسين مخبط. 14 a person in a film, book or play. شخص في الفيلم أو الكتاب أو المسرحية. شو نسمي؟ نسمي character، معناته شخصية. طلاب هاي المجموعة الثانية، الكلمات بالأصفر يحفظن ورقة وقلم. نروح ناخذ المجموعة الثالثة والأخيرة بالجزء الأول، أول أربع يونتات. طلاب هسه راح ناخذ مجموعة اليونت الثالث والأخيرة بالجزء الأول. Number one, a bird that hunts and kills other birds. طائر يصيد ويقتل الطيور الأخرى. شو نسميه؟ bird of prey، معناتها طائر جارح. bird of prey، طائر جارح. بين قوسين predator. predator معناته ايضا طائر جارح، لكن اذا جدك تعريف نكتب لي بالاحمر. اذا اسقاطات موجوده predator نفس الشيء. نمبر 2 the opposite of safe، عكس كلمه امن. الجواب dangerous، خطير او خطر. نمبر 3 sit and travel on a horse or camel، يجلس ويسافر على الحصان او الجمل. نقول رايد يركب أو رايدر راكب. Number four, the fastest bird in the world، أسرع طائر في العالم. الجواب فالكون، الصقر. Number five, rice and wheat for example، رز، الرز والقمح على سبيل المثال. إيش يطلق عليهم؟ الجواب crops، محاصيل. Number six والأخيرة، people who are not children، ناس ليسوا أطفال، ناس مو جهال. الجواب adult، بالغين. طلاب هاي أخذنا تعاريف يونت 1 و 2 و 3، إذا ضبطتهن تقريبا ضابط من 5 إلى 10 درجات بتجيب. لهنا نتوقف وإن شاء الله نلتقيكم المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.